كتكون محجوزات ملي يتم الحجز ديالها داخل منزل رئيس هذه الخلية الإرهابية اللي تم الإيقاف ديال العناصر ديالها بمدينة طنجة وبالضبط بحي ظهر القنفود. شوفوا الأسلحة البيضاء اللي تم الحجز ديالها، عبارة عن أسلحة بيضاء من حجم كبير، كذلك ميديا وملابس عسكرية، كذلك صواعق كهربائية ومواد تستعمل في عمليات الترجمة. كتشوفوا المحجوزات هي عبارة عن عدة قنينات من ديال الغاز من حجم الصغير وقنينات ديال الماء القاطع وعدة أشياء تستعمل في التفجير، كذلك مواد كيماوية وصواعق كهربائية للتذكير كانت واجدة داخل المنزل ديال رئيس الخلية اللي بدا مقاومة عنيفة لحظة محاولة الإيقاف ديالو من طرف العناصر التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في إطار العملية الاستباقية اللي قامت بها صباح هذا اليوم من أجل تجنيب المغيب حمام الدم اللي كانوا كيهدفوا له هاد الإرهابيين اللي تم الإيقاف ديالهم هنا بمدينة طنجة.